السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أحبتي في كل مكان. في آي أف كتر التقنية يحييكم، ونقدم لكم التطبيق الجديد الذي نضعه بين أيديكم. ولكن قبل أن نقول التطبيق ما هو، يرجى الاشتراك بالقناة ممن لم يشترك بها، وتفعيل زر الجرس، وأيضا يمكنكم الضغط على زر الإعجاب، وهذا يعطينا دافع لكي نقدم لكم كل ما هو جديد. وكلما اشتركتم وحاولتم أن تنشروا فيديوهاتنا يزداد عدد الانتشار والمشاهدات، وهذا الأمر يهمنا في سبيل أن تصل المعلومة إلى أكثر من شخص معين أو أشخاص آخرين، إن شاء الله يستفيدوا من هذه التطبيقات. تطبيقنا اليوم اسمه الشبكة العربية. الشبكة العربية، عنوان هذا البرنامج اسمه الشبكة العربية. أحبائي، هذا البرنامج من بعد أن تحمله تدخل، تقوم بالدخول على الموافقة على الإشعارات، مثلا الموافقة على البنود، الموافقة، وأيضا يقوم بتسجيل الحساب، ولكنه يقول لك أن تسجيل الحساب يقوم بالتحميل وجاري التحميل وجاري كذا. هذا الأمر كله تتركه، شوفوا انتبهوا. Reveal icon. حقل البحث. Cancel. Empty list. Warn. Empty list. Cancel. حقل البحث. ليش هنا اكو cancel؟ Cancel. Empty list. وجاري التحميل. هذا من بعد ما يقوم يقول لك الحساب جاري التحميل، جاري التحميل الحساب او كذا، او تفعيل الحساب، انت ما لك علاقة. البرنامج الان كأيقونة لا يوجد. Cancel. الشبكة العربية، عنوان. ابتداء العنوان الشبكة العربية، هنا القائمة، حقل البحث، هنا حقل البحث، cancel، cancel، معتم، معتم، ما لك علاقة به empty list، أيضا ما، Warren. Warren. أو هاي هنا أنا أكو دعاية، يعني إعلان، ما لك علاقة. وين Warren. نروح؟ empty. الشبكة ريفيو، العربية. ريفيو لايكون، هذا هنا أنا هو معناه القائمة الرئيسية، إذا ضغطنا حتخرج القائمة الرئيسية. خرجت قائمة، شوف قال قائمة. حقل البحث، cancel، empty list، محفوظة، قصصي محفوظة، شوف قصص محفوظة، تفسير الأحلام، تفسير الأحلام، شوفوا هاي المحتويات اللي بداخل شوف هنا أنا عندي رأسا خرج لي إعلان، أغلقه، إغلاق، إغلاق، أغلقه، ما لي علاقة، أغلق الشبكة العربية، قصصي تفسير الأحلام، معجم الأسماء، معجم الأسماء، الألغاز، الألغاز، الأمثال، الأمثال، في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، الدعاء المستجاب، الدعاء المستجاب، جميع دعاء، رسائل الجوال، رسائل الجوال، الشعر العربي، الشعر العربي، مشاركة الأعضاء المسورة، هذه الأمور أنا ما، مشاركة الأعضاء الشعر، رسائل الجوال، الشعر العربي. خلينا ندخل بالشعر العربي، شوفوا شكو شعراء، انتظر. تم الاختيار، الشعر العربي، تم الاختيار، البحتري، أبو العلاء المعري، محمود، نزار قباني. خلي أكون من هنا، نزار قباني، أول، نزار قباني، نزار قباني، محمود درويش، محمود درويش، أبو العلاء المعري، الفرزبق، البحتري، أدونيس، أبو القاسم شابي، أبو تمام، أبن الرومي، أوس بن حجر، أبو فراس الحق، الأخطل، أحلام مستغامي، أبو العتاهية، الأعشى، أمام شافعي، أحمد شوقي، أحمد فؤاد نجد، الملك عبد العزيز، بدر بن عبد خالد الفيصل، زايد بن سلط، عمرو الفرن، بدر شاكر سياب، محمد بن راشد آل مكتوم، بدر شاكر سياب. يعني إذا أريد ندخل مثلا على بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، ريفيل أيكون، أنشودة المطر، قصائده، أقداحي وأحلام، هو واحد، أساطير، اللقاء الأخير، أهواء، أنت بعيني، رأت تتمزق، سوف أمضي، في سوق القديم، لن نفترق، سراب، سفر أيوب، وداع، لا تزيد اللوعة، عبير، عينان زرق أوان. نختار مثلا المعروفة دائما وأبدا، في ليالي الخريف، مثلا أنشودة المطر بالبداية، ولكن خلينا نشوف عينان زرقاوان. عينان زرقاوان، عينان زرقاوان، أرن في مساب الخيال وأغيب في، أرن في، عينان زرقاوان، اللغة، التلميحات، الأصوات، ضخامة مستوى سرعة الكلام، 55%، 50%، 5%، عينان زرقاوان، باك، زر الرجوع. انتبهوا، سأقوم بالقراءة، وأقول لكم مهم، يعني معلومة مهمة. شنو هاي المعلومة؟ يمكنك أن تستنسخ القصيدة وتضعها بأي مكان من السوشيال ميديا، مثلا تريد ترسلها، تريد أي مكان، فأسفل القائمة نسخ،
سيري. نسخ، يعني تضع يدك أسفل الشاشة يعطيك نسخ، وأيضا يعطيك مشاركة سيري. مشاركة حسب ما أنت تريد. تنسخ يقول لك نسخ نسخ، سيري. نسخ تنبيه. نسخ لقد تم النسخ. موافق سيري. موافق موافق. نقرأ نعم. القصيدة عينان زرقاءوان عنوان. بإصبعين. الآن أقوم بإصبعين حتى يقرأ. عينان زرقاء، عينان زرقاءوان ينعس فيهما لون الغدير. أرن في انساب الخيال وينسب القلب الأسير. وأغيب في نغم يذوب وفي غمائم من عبير. بيضاء مأساة لتلوي تستفيق على خرير. ناء يموت وقد تفاء بكوكب الليل الأخير. يمضي على مهل وأسمعها مستين واستدير. وهلم جرة. عينان زر باك زر أخرج. ريفيل ايكون باك باك زر رجوع. باك. أحمد شوقي أيضا رجوع. أخرج. خلوي نيتو الأعش أبو العتاد. أحلام ريفيل ايكون ريفيل ايكون نزار قب ريفيل ايكون زر. أضغط عليه أرجع للقائمة الرئيسية. في مثلها انفست ان كارترز. تنزيل رابط إغلاق. أخرج من الإعلان اللي بدل يخرج شاكي ريسية. ألي ألغاز الألغاز مثلا، ناخذ الألغاز. تم الاختيار. اختار هنا الألغاز. الألغاز. الغاز عام، الغاز رياضيات، الغاز شعرية، الغاز معلومات عام، الغاز شعرية. ألغاز شعرية مثلا. أنشك من غمر شبابه أسبوعين. هذا وهذا أسبوعين ينثني شايب. هذا لغز. وكل يوم ضعيف، أنشك من غمر اسمع. شبابه أسبوعين. وبعد أسبوعين ينثني شايب. وكل يحبه غير طلبة البين. ومدي وريد لفاق فوق النجايب. منه 4 علامات سؤال. سألك الجواب وين تلقاه؟ نضغط على نفس المكان. أها أنشك من غمر شباب وبعد وكل ومدي منه الأجابة سحر. الإجابة تجد، نضغط على الإجابة. الأجابة تنبيه حل اللغز القمر. القمر. شيء جميل يعطيك كثير من الأمور اللي حل اللغز القط. موافق سحر. موافق. أخرج أرجع وهلما أرجع سحر. أيضا تراجع. أنشدك عن عذر جانت الأرش من ديرة. بيت بنيناه انعزى الله بنيانه تنعد نجوم سما وما تنعد بي بأنه علامة سؤال. وأيضا تدخل تلقى الجواب. أسود للولا هو لليمش كرنكوز في البحر يكون. أنشدك عن رجل وش رجال يدوم ولا يدوم لو تجود به تسلل وان سرق ما يبله ماء يعوم ولا يعوم لو يطب البحر الأحمر مغرق ما يضره لو رميته بسهم ولو تطشه في جهنم ما احتراق. شوف الجواب. وش رجال لو ما ي... لو ما يض ولو ط... الأجابة زر الأجابة تنبيه أظل موافق أظل موافق هو هلما جرى باك زر الرجوع باك ريفيل ايكون زر. ناخذ القائمة الرئيسية. دعاء المستد جامع رسائل الجواب الشعر العربي مشاركة الشعر الرس جامع دعاء في مثل هذا اليوم الأمثال. الأمثال تم الاختيار. الأمثال تم الاختيار. أبلد من الحمار ابن الفار فحار ابن بطني بيفهم رطني أبن الموت فلح اتخذها قميص عثمان تطلع في وجه البقرة قبل ما تحل بها أجت الحزينة تفرح ما لاقتش لها مطرح. أخوش يعني مجموعة أمثال عربية من كافة الدول العربية. أيضا محبي القصص. في مثل هذا معجم الأسب تفسير الأحلام قصص محفوظة نكت محفوظ قصص محفوظة. أكو نكت أيضا يعني للعلم. نكت محفوظة. هاي نكت محفوظة. قصص محفوظة. قصص. تم قصص. الاختيار. قصص. 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 ومن قصص أدبية. شوفوا الأنواع. قصص. قصص غريبة. قصص مرعبة. قصص أنبياء. قصص عالمية. قصص طريفة. قصص إسلامية. قصص منوعة. ريفيل ايكون. قصص منوعة. قصص إسلامية. قصص طريفة. قصص عالمية. قصص أنبياء. قصص مرعبة. قصص غريبة. قصص رومانسية. قصص أدبية. قصص أطفال. قصص جواسيس. قصص صحابة. قصص غزوات ومع. قصص تاريخية. قصص حزينة. قصص صحابيات. قصص قصص حزينة. يعني آخر شيء قصص صحابيات. قصص تاريخية. قصص تاريخية. قصص غزوات ومع. قصص صحاب. قصص جواسيس. قصص أطفال. قصص أدبية. قصص أدبية خلنا ندخل. الجار المتطفل. هكذا بدأت قصة الحب. الجوزاء. أحلام الثقيلة. فريسور. جحن والخروف. جحا والخروف. كان جحن يربي خروفا جميلا وكان مجانا إغلاق. الإعلان طلع.
خلينا نشوف القصة. جحان والخروف، كان جحان يربي جحان والخروف، جحان والخروف. عنوان: كان جحان يربي خروفا جميلا وكان يحبه، فأراد أصحابه أن يحتالوا عليه من أجل أن يذبح لهم الخروف ليأكلوا من لحمه. فجاءه أحدهم فقال له: ماذا ستفعل بخروفك يا جحان؟ علامة سؤال. فقال جحان: إدخره لمؤنة شتاء. فقال له صاحبه: هل أنت مجنون؟ ألم تعلم بأن القيامة ستقوم غدا أو بعد غد؟ هاته لنذبحه ونطعمك منه. فلم يعبأ جحان من كلام صاحبه، ولكن أصحابه توه واحد وأحدا يرددون عليه نفس النغمة حتى ضاق صبره ووعدهم بأن يذبحها لهم في الغد ويدعوهم لأكله في مأدبة فاخرة في البرية. وهكذا ذبح جحان الخروف وأبرمت النار، فأخذ جحان يشويه عليها وتركه أصحابه وذهبوا يلعبون ويتنزهون بعيدا عنه بعد أن تركوا ملابسهم عنده ليحرسها لهم. فاستاء جحان من عملهم هذا لأنهم تركوه وحده دون أن يساعدوها، فما كان من جحان إلى أن جمع ملابسهم وألقاها في النار فالتهمتها، ولما عادوا ليه ووجدوا ثيابهم رمادا هجموا عليه، فلما رأى منهم هذا الهجوم قال لهم: ما الفائدة من هذه الثياب إذا كانت القيامة ستقوم اليوم أو غدا لا محالة؟ مشاركة زر نسخ زر. فإذا أرجو أن يروق لكم هذا البرنامج وهذه النهاية الجميلة من قصة جحا والخروف. أحبائي البرنامج فيه كثير من الأمور الأخرى التي لم أذكرها، ولكن أنا أقول خير لك أن تفتش عن بعض الأمور بنفسك وتستكشفها، خير لك، خير من أن أعطيك إياها مباشرة، ولكن أنا أعطيتك الطريقة وأن تفتش كي تستمتع بالبرنامج وما فيه من أمور. تحياتي لكم جميعا أحبتي في كل مكان، كان معكم الناشط التقني الأستاذ عباس عبد الهادي، تحياتي للجميع، حياكم الله وبياكم.